السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أشارك معكم اليوم رحلتي إلى القرية بين الطبيعة. ودعنا القسم والآن بين أحضان الطبيعة بين حقول الشعير. انظروا أبنائي إلى أو انظروا معي جميعا إلى سنابل الشعير. ولدينا هنا سنابل القمح، سنابل القمح. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، الطبيعة كأنها بساط أخضر، الأرض كلها مخضرة مزهرة، الكل سعيد وفرحان ما شاء الله. لدينا هنا بستان الزيتون وأشجار الزيتون تحافظ على اخضرارها طول السنة، طول السنة مخضرة عكس أشجار التين تتساقط أوراقها في فصل الشتاء وفصل الخريف وتبدأ بالاخضرار ابتداء من فصل الربيع. ما شاء الله هناك خير كثير والهواء صافي ونقي. ما شاء الله ما شاء الله، الحمد لله. سبحان الله عندما قال وإذا أنزلنا من السماء ماء اهتزت الأرض وربت، اهتزت وربت. انظروا إلى كيف هي الطبيعة والحقل والحقول، أنا أراها أجمل مما أرى في الصورة. ما شاء الله اخضرار في كل مكان، كل مكان مخضر. سبحان الله سبحان الله. هناك في والعصافير، حتى العصافير تغرد فرحة وسعيدة بهذا المنظر. ما شاء الله ما شاء الله. اخضرار وسعادة وفرح في كل جانب، في كل جانب. ما شاء الله. اللهم أديمها علينا نعمة يا رب. هواء نقي ما شاء الله، الحمد لله. أزلت الكمامة الآن، ارتحت منها. وكذلك لدينا هنا أيضا البصل، وأيضا هنا لدينا القزبر أو القزبرة، الكزبرة نعم. وبستان شعير كذلك. منطقتنا مشهورة أو تصلح فيها حبوب الشعير، القمح، الذرة، الحمص، الفول، جميع الحبوب تصلح في أرضنا. ما شاء الله ما أطيبها من أرض، اللهم زد وبارك لنا فيها. والحمد لله يا ربي على هذه النعم. ما شاء الله جميع الأرض أو كالأرض كلها كأنها بساط أخضر أو كأنها زربية نسجت من خالق. ما شاء الله الحمد لله والشكر لله. الآن أنا صامتة أريكم أو شاهدوا معي الطبيعة واسمعوا لزقزقة العصافير، هي التي تتحدث الآن. وهنا لدينا أشجار، أشجار التين، وكما قلت لكم أوراقها تساقطت متساقطة، تبدأ بالاخضرار في فصل الربيع وتثمر في فصل الصيف.
غدا إن شاء الله أصور لكم في الصباح إن شاء الله. مع السلامة ولا إله إلا الله.